تتواصل يستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات وانطلاقات هذا المساء الخاصة لسن الحقائق، سن الصغار والأشواط العامة الخاصة لأبناء القبائل. إذا مشاهدينا الكرام يسير وينطلق شوطنا 13 من مجمل أشواط هذا المساء الخاص للأبكار. من مسافة 4 كيلومترات نسير مباشرة إلى أول المراكز وأول التحديات، ومن تحتل المركز الأول على أول المراكز دروب لعلي بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريد المري. المركز الثاني في هذه اللحظات من تنطلق وتتواجد في ثاني المراكز وثاني الأسماء من قبل مشاهدينا الكرام على ثاني المراكز شعار الدعبة، عنوان لراشد بن صالح بن حمد الدعبة المري. المركز الثالث في هذه اللحظات من تتقدم وتتواجد على مستوى المركز الثالث هذه مشاهدي الأعزاء سحابة لراشد بن صالح بن فهيدة الفهيدة المري. المركز الرابع رابع التحديات تسير في هذه اللحظات شعار السندباد القطري مع عوايد لخالد بن حمد بن صالح القمرة النابت المري. المركز الخامس خامس التحديات تنطلق فيه سرابة لخالد بن سعد بن علي الفهيدة المري. إذا المشاهدين الأعزاء هذه المراكز الخمسة الأولى، ونعود مجددا إلى الصدارة، نعود إلى دروب من تدل درب الناموس في هذا الشوط لعلي بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروه البريد المري. يقدم دروب على اول المراكز وثاني المراكز، عنوان راشد بن صالح بن حمد الدعب المري، بينما المركز الثالث الظبي لعبد الله بن مسفر بن عبد الله الرزق يحتل المركز الثالث. المركز الرابع عوايد لخالد بن حمد بن صالح القمرة المري. وخامس المراكز هذه مشاهدي الأعزاء سرابة لخالد بن سعد بن علي الفهيدة المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للخمس المراكز الأولى في دائرة النداء. نتابع أول المراكز ونعود إلى دروب. دروب وعنوان، عنوان ودروب، دروب تعرف طريق ودرب الناموس، وعنوان أيضا تتواجد في ثاني المراكز بشعار الدعبة يتواجد وينطلق مع عنوان. ولكن هذه مشاهدي الأعزاء اللي غيرت في المركز الأول، اللي غيرت مباشرة الظبي عبد الله بن مسفر بن عبد الله الرزق، هنا يتواجد شعاره في أول المراكز وثاني المراكز عنوان راشد بن صالح بن حمد الدعبة المري. بينما المركز الثالث تتقدم في دروب علي بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة المري، وعلى مستوى المركز الرابع الوصول من قبل سحابة راشد بن صالح بن فهيد الفهيد المري. وهنا القادمة من الجانب الآخر ومن الزاوية الصعبة الدخول والتسلل من عمق الميدان، هذه مشاهدينا الكرام تصل الجزيرة سالم بن سعد بن صالح النابت المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مع الكيلو المتر الأخير عن خط النهاية عن الناموس المميز. نتابع الظبي، ظبي الفلا تنطلق الظبا عبد الله بن مسفر بن عبد الله الرزق على الصدار، يقدم الظبي في المركز الأول. المركز الثاني تتقدم عنوان راشد بن صالح بن حمد الدعب المري، يتواجد شعاره في ثاني المراكز وثالث الأسماء من تتقدم هنا الجزيرة سالم بن سعد بن صالح النابت المري. وعلى المركز الرابع تحمل الرقم الرابع شعار راشد بن علي بن راشد المري مع طولة من تحتل المركز الرابع. المركز الخامس هذه سحابة راشد بن صالح بن فهيدة الفهيدة المري. ولكن مشاهدي الأعزاء النصف كيلو عن الناموس، عن السلامات وعن الانتصار. هنا عنوان على الصدارة راشد بن صالح بن حمد الدعب المري، وهنا أيضا الجزيرة، الجزيرة وعنوان في معركة طاحنة مشاهدي الأعزاء. هنا الجزيرة سالم بن سعد بن صالح النابت المري، ولكن عنوان يا سلام، عنوان عنوان راشد بن صالح بن حمد الدعب المري ينطلق إلى الأمتار، إلى خيرة، إلى السلامات، إلى الناموس المميز مع عنوان. هذه عنوان مشاهدينا الكرام تصل إلى خط النهاية. تهانينا والناموس لراشد بن صالح بن حمد الدعب المري على هذا الفوز، وسلام عنوان سلام على هذا الفوز المميز. تهانينا والناموس. المركز الثاني جات فيه
الجزيرة لسالم بن سعد بن صالح النابة المري. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل طولة لراشد بن علي بن راشد المري. المركز الرابع جاءت فيه الظبي لعبد الله بن مسفر بن عبد الله الرزق. المركز الخامس كان الوصول من قبل مشاهدينا الكرام سحابة راشد بن صالح بن فهيد آل فهيدة المري. تهانينا ولاموس مشاهدينا الكرام لمالك عنوان من دلة عنوان الناموس في هذا الشوط. نهني مالك عنوان راشد بن صالح بن حمد الدعب المري والتوقيت الزمني الذي رافق عنوان إلى خط النهائي 6 دقائق 4 ثواني 4 أجزاء من الثاني. تهانينا وناموس. المركز الثاني وصلت فيه مشاهدينا الكرام الجزيرة لسالم بن سعد بن صالح النابت المري 6 دقائق و6 ثواني بدون أجزاء من الثاني. تهانينا وناموس. المركز الثالث وصلت فيه مشاهدينا الكرام طولة لراشد بن علي بن راشد المري والتوقيت الزمني لطولة الفائزة في المركز الثالث 6 دقائق أكيد بلا شك و13 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا وناموس مشاهدينا الكرام. المركز الرابع